هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. مع الاسف انا البدايه ديالي غنبدا مع اخويا مع الاسف، لان بالنسبه لفريق الفتح انا غنشوف فريق الفتح اللي تظلم صراحه في المباراه ديالو. كنا كنمنيو لنفس هاد الفروق ديالنا كلها تاهل. بالنسبه لفريق الفتح ما نقولوش خيب الامل، ولكن فريق اللي تظلم. اما بالنسبه لفريق الجيف الملكي فتنظن بان الظروف اللي كانت فيها المباراه الذهاب، ظروف ديال مباراه الاياب وخروج اللاعبين، كان عندهم لان تلعب بنقص عددي من بدايه المباراه فشويه صعيبه، بالاخص ضد الفرق التونسيه. وكنعرفوا الجانب التقني ديال الفرق التونسيه، فرق اللي شويه كتبتاز صراحه، عندها امتياز بالنسبه للكره المغاربيه، عندهم امكانات تكتيكيه. وشفنا كيفاش تعاملوا مع المباراه. بالنسبه للفريق اللي تاهل وهنيئا اللي هو فريق الوداد، وبانت لنا المباراه بان فريق الوداد كان في مستوى صراحه في المستوى العالي من خلال تجربته في المنافسات القاريه. بالنسبه كيف كيقول الجميع بان فريق الوداد فريق اللي ضرب بقوه في 9 سنوات الاخيره باش تتاهل، وبالاخص في ادوار التمهيديه وتدوز دور المجموعات. وتعرفوا بان فريق الوداد في دور المجموعات ما تيخيبش الجماهير المغربيه عامه والجماهير الوداديه خاصه. وبالنسبه اللي غادي يمكن نقول فريق البركاني اللي خدا تجربه صراحه في كاس الاتحاد الافريقي، اللي عنده اللي رجع بقوه، جاب الفريق اللي كنقولوا بان تاهل في مباراه الذهاب من خلال تسجيل جوج اهداف راه عندها قيمه كبيره. وشفنا في مباراه العوده اللي كان فيها اللي كيفاش لعب فيها. متمنيات الفرق المؤهل اللي تاهلت الادوار المجموعات، فريق الوداد وفريق بركان. وهارد لك بالنسبه للفريق ديال الفتح صراحه. فريق الفتح اللي كنا كنشوفوا صراحه، لو كان فريق الفتح تعطات ليه ما تظلمش من طرف التحكيم وداز المباراه ديال 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 ديال, ديال دور المجموعات، كنا غنشوفوا فريق الفتح يمكن ليه يوصل لمراحل متقدمه في هذا الدوري. غير بالنسبه لفريق الجيش الملكي فانا كنقولها وما تلقسيش على اللاعبين لان ما تعاملوش مع مباراه، بالاخص لاعبين اللي هما كانوا ابطال الدوري في الموسم اللي فات، بطل الدوري. وهذه راه مهمه، لان لاعبين اللي عندهم امكانيات، اللي عندهم تجربه كبيره، كان خصهم يعرفوا يتعاملوا مع مجريات المباراه، لا ذهابا لا اياب كيف قلنا في البدايه. اذا فريق الجيش الملكي، ويمكن غنزيدها وما غنكونش حتى غنحترم الزميل ديالنا المدرب التونسي، يمكن حتى هو راه ما كايناش خبره بالنسبه لهذه المباريات، لان شفنا كيفاش كان التعامل مع المباراه. ونتمنوا لهاد الفرق كلها ان شاء الله حظ موفق. بالنسبه للفرق اللي ما تاهلاتش، نشوفوها قويه في الدوري لانها غتعطينا فرجه وغتعطينا منافسات قويه اللي يمكن لنا نشوفوها. وبالنسبه للفرق اللي تاهلات كفريق الوداد وفريق البركاني، نتمنوا لهم الذهاب الى اقصى حد ولمن النهائي ان شاء الله وياخذوه. وهذا راه معودين عليه. بالنسبه لفريق الوداد راشد الموسم اللي فات اللي كان في النهائي، وفريق بركان اللي سبق ليه وفاز دابا تقريبا نسخه او اثنين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تنبغي نهنئ فريق الوداد بداوي، غنبدا لانه فريق الام على التاهل ديالو لدور المجموعات. الفريق البارح كيف ما شفنا كان في نهارو، اول مره ما تيتسجلش عليه اهداف، اللاعبين اداو بشكل جيد، كانت واحد الا بغينا نقولوا استراحه نفسيه على الضغط اللي تمارس على الطاقم التقني وعادل رمزي. تنتمنى ان يكون مقبل على لقاءات مزيانه ويكون مجد بشكل كافي. كاين واحد الاطمئنان على الصعيد الجماهيري، وشفنا البارح كيفاش الاداء والنتيجه طمأنات الجمهور الودادي، وهذا شيء ايجابي. كاينين بعض الحويجات اللي خصنا نخدموا عليها شويه، وكنظن ان عادل رمزي والطاقم المرافق ليه غادا تكون عنده واحد القراءه تقنيه من جميع الجوانب. وهارد لك الفريق الخصم اللي حتى هو قدم لقاء جميل ولعب واحد الكره اللي هي نقيه. هذا بخصوص فريق الوداد البيضاوي. اما بخصوص فريق الفتح فكنتاسفوا بصراحه، كنتاسفوا له ولا فريق الجيش الملكي على الاقصاء ديالهم وما تجازوش لدور المجموعات، وهذا شيء سلبي لكره القدم الوطنيه. ولكن شفنا الطريقه
كيفاش البارح نهزم فريق الجيش فريق عفوا فريق الفتح الرباطي بعد التسجيل ديالو لواحد الهدف. وشفنا حتى بن الشيخه اللي هو اللي بغينا نقولوا فرانكو مروكو الجيريان عنده يعني لانه تيعرف اللاعبين وخدم في المغرب هذه 10 سنوات قرا بشكل جيد وعرف كيفاش يتعامل مع اللقاء. جمال السلامي ما حالفوش الحظ، لاعبين داروا مجهودات سجلوا هدف اللي رفضوا الحكم بداعي انه الكره خرجت. فيعني حسره كبيره يعني احنا كمتتبعين وتقنيين وكنهتموا بالشان الرياضي في البلاد. نفس الشيء الفريق الجيش الملكي اللي خرج وشفنا الطريقه باش خرج وخرج عن طريق يعني فريق اللي متمرس نادي افريقي نجم الساحلي عفوا الفرق التونسيه يعني اللي كانت بصراحه دائما كتكون ند الفرق المغربيه. الطرد ديال اللاعب وتحدثنا على يعني ماشي مره ماشي جوج بانه فريق الجيش الملكي غادي يلقى واحد العائق لانه خط الدفاع منذ مغادره الافريقي اللي مشى فكاين ارتباك كبير وشفنا الطرد ديال اللاعب والخطا اللي ارتكب والدقيقه باش تسجل الهدف الاول تبعثرات الاوراق يعني ديال المدرب التونسي اللي بصراحه ما انا كتقني وكاطار ما عجبنيش التعامل ديالو بصراحه لانه الطريقه باش مشات اللقاء وانت خاسر بواحد وتسجل عليك يعني غادي تلعب الكل. المهم على العموم كنتاسفوا الخروج جوج ديال الفرق من الفرق القويه عندنا في المغرب. بقى فريق نهضه ديال بركان اللي اصبح متمرس اصبح فريق من الفرق الحريفيه ان صح التعبير باللغه الشعبويه. تنتمنوا الفريق الفتح عفوا فريق الوداد وفريق بركان يمثلوا الكره المغربيه احسن تمثيل وهذا ماشي غريب على لا فريق الوداد ولا فريق نهضه بركان اللي هذه السنوات الاخيره يا كيوصل لفينا كيديهم ويا تيوصل المهم كيكون كيلعب لي فينال. حد موفق لهاد جوج ديال الفروق بركان والوداد وتنتمناو ان الفريق الجيش وفريق الفتح والفروق اللي غادي تكون ان شاء الله في المقابلات الافريقيه مستقبلا يستعدوا ما بين الكفايه وبشكل جدي وتكون تركيبه بشريه قادره انها تمشي لابعد نقطه في المنافسات الافريقيه. وشكرا. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.